أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد من سماحة العلامة الشيخ محمد صنقور حفظه الله إمام أكبر جمعة للطائفة الشيعية في جامع الإمام الصادق في الدراز، وكذلك منع إمام الجمعة البديل من الدخول للصلاة، وكذلك منع المصلين من الوصول للصلاة، نعلن عن عدم انعقاد الصلاة في هذا الجامع الشريف هذا الأسبوع، والله المستعان. هيهات من الدلة، هيهات من الدلة، هيهات من الدلة.